مساء الخير، النهاردة هنتكلم عن الأحمال على كباري الطرق. بنقول إن أنا الأحمال اللي عندي أول حاجة الديد لود. فالديد لود ده عبارة عن إيه؟ مكوناته عندي وزن الحديد ويت أوف ستيل، ويت أوف بيفمنت الأسفلت، وزن البلاط الخرسانة. فممكن يبقى الكوبري بالشكل ده اللي هو فيه مين جيردرز وكروس جيردر وسترينجر، او الكوبري يبقى مالتي مين جيردرز. هنا ايه الديد لود اللي عندي؟ وزن الستيل اول حاجه، تاني حاجه وزن الاسفلت اللي موجود، الرصف اللي موجود على الكوبري، ووزن البلاطه الخرسانه اللي انا ايه اللي انا اللي فوق الايه اللي فوق الكوبري عندي. اول حاجه وزن الحديد. لو انا ببدا اعمل ديزاين من الاول يبقى وزن الحديد ده هيفرض، انما لو انا عندي الكوبري قطاعاته معروفه، قطاعات البيمز اللي فيه كلها معروفه والحديد فيه كله معروف، مطلوب ان انا بعمل تشيك على الديزاين، يبقى في الحاله دي بقدر احسب الاوزان بتاعه العناصر المختلفه. طيب لو انا مش عندي العناصر ديت وعايز افرضها، فبفرضها ازاي؟ بالنسبه مثلا للسترينجر ممكن افرض وزنها 100 كيلوجرام على المتر الطولي، 0.1 طن على المتر الطولي، ده وزن السترينجر لو القطاع بتاعها مش عندي. بفرضها لو قطعة مش عندي هفرضها 100 كيلوغرام على المتر الطولي وزن السترينجر، انما لو قلت لك ان الكوبري ده السترينجر فيه مثلا اي بي 500، يبقى في الحاله دي افتح الجدول شوف الاي بي 500 وزنها قد ايه، ويبقى ده الوزن بتاع الايه السترينجر. بالنسبه للكروس جيردر بنفرض وزن بتاعها من 0.2 ل 0.3 طن على المتر الطولي، يعني كنت تفرض وزن الكروس جيردر هنا 0.2 او 0.25 او 0.3 زي ما يكون. ده assumption انه برضه نفس الكلام لو قطعها جه من عندك تقدر تحسب ايه؟ تحسب الوزن بتاعها. بالنسبه للويت اوف ستيل المين جيردر، المين جيردر السيستم، لو السيستم ده اللي عندي بفرض وزن الحديد ويت اوف ستيل في معادله امبيريكال بقدر افرض منها وزن الحديد. المعادله الامبيريكال دي بنقول فيها ايه؟ بنقول ان الويت اوف ستيل بيساوي 200 زائد 4 ال زائد 3% ال سكوير، ال اللي هو السبان بتاع الكوبري، والناتج بيبقى بالكيلوجرام على المربع، الناتج كيلوجرام على المربع. دي معادله امبيريكال ما هيش في كود ولا حاجه، معادله ناس حاطينها بالخبره، مهندسين حاطينها بالخبره لعمل قيمه تقديريه للاوزان، مش بتاعه المين جيردر بس بقى، لا بتاعه كل القمر اللي موجود في الكوبري بما فيه البريسنج حتى. يبقى المعادله دي بتديني مش وزن المين جيردر بس، انا الوزن ده بشتغل بيه لما اقول لك وزن الكوبري مثلا، وزن الكوبري كله اللي هو وزن المين جيردر، وزن السترينجر، وزن الكروس جيردر، وزن البريسنج مثلا 300 كيلو جرام على المربع. الرقم ده ممكن استفاد بيه في تصميم المين جيردر، انما ما تحطهوليش بقى وانت بتصمم السترينجر، لان السترينجر مش شايله غير نفسها، الكروس جيردر برضو مش شايله غير نفسها وشايله وزن الايه السترينجر، انما المين جيردر شايله وزنها ووزن الكروس جيردر والسترينجر والبريسنج وكل حاجه. يبقى لما بتكلم عن وزن الحديد او عايز اصمم المين جيردر يبقى بتكلم عن ويت اوف ستيل بكام، ويت اوف ستيل يا اما جيفن انا بديهولك رقم، او انت لو مش بديهولك بتفرضه برقم اللي هو المعادله بتاعته 200 زائد 4 ال زائد 3% ال سكوير، على فرض مثلا ال كانت ب 20 متر، الزمان بتاع الكوبري ده كان 20 متر، يبقى الويت اوف ستيل بيساوي 200 زائد 4 في 20 زائد 3% في 20 سكوير، ده بيساوي كام؟ ثانية واحدة، 200 زائد 4 في 20 زائد 3% في 20 سكوير بيساوي 292 كيلو جرام على المتر المربع. يبقى وانا بصمم المين جيردر بقول وزن الحديد اللي عندي 294 كيلو جرام على المربع، ابدا احوله بقى للمتر الطولي على الايه؟ على المين جيردر. يعني ده كيلو جرام في المربع، ده حمل موزع مكافئ للاوزان الحديد كلها. طب لو انا عندي الكوبري عامل كده بقى مالتي مين جيردر، الايكويشن اللي عندي وزن الحديد بيساوي 4 ال بس. يعني لو انا عندي الكوبري اللي هو المالتي مين جيردر ده
الاسبان بتاع الكاميرا ديت، ده التقسيط بتاعها. اسبانها طبعا مش باين عندي، اسبانها هيبان لو انت بترسم بلان او سكشن اليفيجن للكوبري. على فرض ان بحرها 20 متر، يبقى وزن الحديد في الكوبري 4 في 20 ب 80 كيلو جرام على المتر الايه المربع. يبقى ده بالنسبه لوزن الايه، لوزن الحديد. يبقى وزن الحديد بيفرض، او لو قطعت عندك تقدر ايه تحسب. بعد كده وزن البيفمنت الاسفلت بنفرضوه من 1/10 ل 3/10 طن على المتر سكوير. يعني بناخده، هو وزن الاسفلت بيبقى على الكوبري المفروض قيمته صغيره، يعني بيبقى سمكه مثلا 6 سم او 5 سم بس اسفلت. ولكن احنا واحنا بنعمل ديزاين ممكن بنأمن نفسنا شويه، على فرض ان ممكن يبقى الاسفلت بايظ وما يشتغلش ويتحط فوق اسفلت ويتحط فوق اسفلت، فممكن سوق الاسفلت يزيد. فبناخد في الديزاين اقصى حاجه اللي هو مثلا 0.3 طن على متر مربع. ده بالنسبه لوزن الاسفلت، يبقى يا اما جيفن عندك او انت بتفرضه، تعمل له اسامبشن. وزن البلاطه الخرسانه، البلاطه الخرسانه انت مش مطلوب منك في في في, في الكورس بتاعنا انك انت تعمل لها ديزاين، فاحنا غالبا بندي لك السكنس بتاعها في اي في اي في اي كوبري. ما بقولكش صمم الارس سلاب، بس بدي لك السكنس بتاع الارس سلاب، فانت تقدر تترجمه على طول لايه؟ تترجم السكنس ده لوزن بانك تضرب السكنس بالمتر في ايه؟ في جاما كونكريت اللي هي ب2.5 طن على المتر مكعب. بس خلي بالك من يونس عشان ما تتلخبطش. يعني مثلا لو انا عندي سكنس البلاطه 20 سم، قلت لك سكنس البلاطه 20 سم، يبقى الويت اوف سلاب، الويت اوف سلاب بتساوي 20 سم اللي هي 0.2 في 2.5 طن على المتر المكعب، دي 0.2 متر وده طن على المتر المكعب، يبقى بيساوي نص طن على المتر الايه المربع. يبقى انت بتحول السمك لايه؟ لوزن عندي. يبقى انا دلوقتي قلت لك الديد لود، وتعاملنا معاه وزن الحديد لوحده قد ايه، وزن البيفمنت بنفرضوه من 0.1 ل 0.3 او احنا بنديهولك، البلاطه بندي لك السكنس، فانت ايه تقدر تحسب الايه الوزن بتاعها. بعد كده بالنسبه لللايف لود، طبعا ده اللايف لود هنشتغل وفقا للكود. فالكود عندي في اللايف لود على كبار الطرق في مصر دلوقتي بيقول لي ان ده لو ده البلان بتاع الكوبري، ده البلان كده بتاع الكوبري، واتجاه حركه العربيات في الاتجاه ده، فبنقسم الكوبري لثلاث حارات. دي حاره رئيسيه، حاره رئيسيه بيمشي فيها عربيه مركبه وزنها 60 طن. الحاره الرئيسيه دي عرضها 3 متر، يبقى من هنا لهنا عرض 3 متر، بيبقى فيها عربيه واحده بس وزنها 60 طن، وبقيه الحاره ديت اللي عرضها 3 متر بطول الكوبري كله عليه حمل موزع المتر الطولي 0.9 طن على المتر المربع، سوري، بيبقى عليها حمل موزع المتر المربع قد ايه؟ 900 كيلو جرام على المتر الايه؟ على المتر المربع. الحاره اللي جنبيها لازقه فيها بالظبط بعرض 3 متر برضو، بيبقى فيها عربيه 40 طن، المركبه الثانيه بتبقى 40 طن، وبيبقى ماشي حمل موزع بانتظام 250 كيلو جرام على المتر مربع موجود بكامل الحاره دي. الحاره الثالثه فيها عربيه رقم 3، عربيه رقم 3 وزنها 20 طن، والحاره رقم 3 بيبقى فيها احمال موزعه اللي هي برده 250 كيلو جرام على المتر الايه على المتر المربع. باقي مساحه الكوبري بصرف نظر عن عرضه قد ايه بتحط فيه حمل موزع اللي هو 250 كيلو جرام على المتر المربع. يبقى انا عندي الكوبري مهما كان عرضه مفيش اكتر من ثلاث عربيات بس هم الموجودين على الكوبري عندي. دي الحاره الاولانيه عرضها 3 متر وفيها عربيه واحده، وبعد كده دي الحاره الثانيه فيها عربيه وزنها 40 طن، والحاره الثالثه فيها عربيه وزنها كام؟ وزنها 20 طن. اتجاه حركه العربيه في الاتجاه ده، لو ده البلان، لو ده الكوبري، الاحمال الموزعه الحاره الرئيسيه بنقول عليها حاره رئيسيه، الحاره الرئيسيه دي بيبقى الحمل الموزع اللي فيها 900 كيلو جرام على المتر مربع. بقيه الكوبري الحارتين التانيين واي عرض كوبري تاني بيبقى الحمل الموزع اللي فيه 250 كيلو جرام على المتر المربع. طبعا واحد يقول لي طب ازاي ثلاث عربيات بس من عندي؟ بيبقى الكوبري
مليان عربيات. ما انت ده نتيجة لدراسات اتعملت، لقينا ان تأثير الثلاث عربيات دولت يديني سترينج اكشن على الكوبري، مومنت وشير وديفليكشن وقوة داخلية اسوأ من اي حالة انك انت تملك كوبري كله بعربيات نقل ليه اقصى حمولة حسب ما هو موجود. ليه؟ لان اللي بيحصل ان العربيات اللي موجودة اللي وزنها كبير، عربية نقل كبيرة، بتبقى المسافة بين العجل بتاعها بيبقى كبير، وبالتالي تأثير المومنت أو الديفليكشن أو الشير اللي جاي منها بيبقى تأثيره مش زي لما أجي أحط هنا عربية، أقول لك عندي عربية 60 طن تعتبر كأنها قوة مركزة، لأن المسافة بين العجل هنا والعجل هنا بين الأكس ده والأكس ده 1.20 متر، والمسافة من هنا هنا 2 متر. يبقى المسافة بين الأربع عجلات دولت بتوع العربية، يبقى العربية اللي وزنها 60 طن في الحقيقة مش هتلاقي عربية 60 طن في الواقع، والمسافه بين العجل بتاعها صغير قوي كده كانه لازق في بعضه. انما لو العربيه 60 طن ممكن تلاقي عربيه اكتر من 60 طن، عربيه مثلا ممكن تبقى توصل ل 120 طن وزنها، بس بيبقى المسافه بين العجل بتاعها كبير وطولها كبير العربيه. فلو حطيتها على الكوبري وحطيت عربيه تمثيله ليها وجيت تحسب البندنج مومنت هتلاقيه اقل من البندنج مومنت اللي جاي ناتج من العربيه الايه؟ من العربيه ديت. فده الايه؟ ده اللي هو الكود. والاحمال طبعا بتتحرك، بس العربيه دي بتروح قدام ورا في الحاره، ممكن تبدل الحارات مع بعض، يعني تجيب الحاره دي في النص تحركهم زي ما انت عايز زي ما هنشوف كمان شويه. طيب الـ يبقى الارصفه بتحملها بايه؟ ارصفه الكوبري لو الرصيف عرضه اقل من متر ونص بيحط عليه حمل موزع بانتظام 250 كيلوغرام على المتر مربع. لو عرض الرصيف اكبر من متر ونص يبقى بتحط الحمل اللي عليه مش 250، بتحطه 500 كيلو جرام على المتر الايه؟ المربع. هنا بشرح لك، بقول لك حاره المرور رقم واحد اللي هي الحاره الرئيسيه اللي يبقى فيها الايه؟ فيها اربع عربيه 60 طن، العربيه 60 طن دي موزعه على اربع عجلات، يبقى كل عجله فيهم 15 طن. المسافه من هنا لهنا 120، وبعد كده المسافه من اكس العجله ده اكس اكس ده الاكس ده 2 متر. ده المسافات بين العجل بتاع الايه؟ العربيه. بعد كده حاره المرور الثانيه، حاره المرور الاثنين اللي هي ديت، حاره المرور ديت اللي فيها المركبه بتبقى 40 طن، عباره عن اربع عجلات كل عجله منهم قيمتها 10 طن، المسافه ديت 1.20 متر، والمسافه من اكس العجله دي لاكس العجله دي 2 متر. وبيبقى الحمل الموزع اللي عندي 0.25 طن على متر مربع. الحاره رقم 3 هتبقى عربية عندي، عربية وزنها كلي 20 طن، عربية 20 طن متوسعة على أربع عجلات، يبقى كل عجلة 5 طن، والمسافة دي 1.20 متر، والمسافة دي برضو إيه؟ 2 متر، ومعانا حمل موزع 0.25 طن على المتر المربع. الأحمال على الأرصفة هيبقى الحمل على الرصيف بتاع الكوبري يا إما حمل موزع بانتظام ربع طن على المتر المربع لو عرض الطريق عرض الرصيف اقل من متر ونص، ولو عرض الرصيف كان كبير كان اكبر من او يساوي متر ونص هيبقى حمل اللي يفرض على الرصيف نص طن على المتر المربع. يبقى الارصفه الحمل اللي عليها هيبقى يا اما ربع طن على المتر المربع يا اما نص طن على المتر المربع حسب عرض الرصيف قد ايه. في قوه الاحمال ديت اللي احنا اتكلمنا عنها ديت احمال شامله التاثير الديناميكي شامله الامباكت، يبقى ديت اللايف لود زائد الامباكت اللي هو العربيه 60 طن بالاحمال الموزعه ل 9 من 10، والعربيه ال 40 والعربيه ال 20، خلاص ده انكلودنج الامباكت. لو عايزين نحسب قوه الفرامل على الكوبري، قوه الفرامل هناخدها قوه واحده في اتجاه حركه العربيات، يبقى في الاتجاه ده في اتجاه الاسبان بتاع الكوبري. يعني الايكويشن اللي بنحسب منها قوه الفرامل بنقول 360 زائد 2.7L، وال ده هو السبان بتاع الكوبري بالمتر، والناتج بيبقى بالكيلو نيوتن. وقود الفرامل دي بناخدها هي قوه واحده اقل من 90 طن، يعني لو طلعت اكتر من 90 طن هناخدها 90 طن، الماكسيموم بتاعها 90 طن. يبقى قوه الفرامل مثلا لو انا عندي كوبري السبان بتاعه 30 متر، يبقى قوه الفرامل قد ايه؟ 360 زائد 2.7 في 30 يبقى 441 كيلو نيوتن، يعني 44.1 طن.
اقل من 90 اوكي، يبقى دي قوه الفرمله اللي موجوده ايه؟ اللي موجوده عندي. نرسم لك بقى هنا، نشوف الايه؟ الكوبري، رسم لك ده بلاند الكوبري. الرسمه دي كده، ده بلان لكوبري اللي هو ده القطاع بتاعه بتاع الكوبري. هنا في عندي من جردر وعندي من جردر وعندي دي الكروس جردر والسترينجر وديت الايه وديت البلاطه الخرسانه. ف عايز اشوف هنا لو هدرس من جردر، احط الاحمال عليها ازاي واجيب اقصى مومنت واقصى شير والكلام ده على المين جردر ازاي. في الحاله دي وانا بدرس المين جردر المفروض الاحمال بتنقل للمين جردر ازاي؟ الاحمال المركزه بتاعت العربيات ديت بتروح للبلاطه الخرسانه، ومن البلاطه الخرسانه للسترينجر، ومن السترينجر بتروح لمين؟ بتروح للكروس جردر، ومن الكروس جردر بتروح للمين جردر. فلو انا بدرس المين جردر بس، وانا بدرس المين جردر قلت لك بقول لك صمم المين جردر، مش لازم. ممكن عندي طريقتين لحساب الاحمال على المين جردر، ان انا احط الاحمال الاول على السترينجر. بس خلي بالك السترينجر دي في نفس اللحظه هتبقى احمالها غير السترينجر ديت، غير دي غير دي، كل واحده فيهم عليها احمال مختلفه عن الثانيه في نفس الوقت. فتاخد كل سترينجر من دول تشوف على احمال قد ايه، وتعكس الرياكشن على الكروس جردر، وتاخد الرياكشن بتاع الكروس جردر تعكسه على المين جردر، وكل كروس جردر في الكوبري باحمالها مختلفه عن الثانيه. في الاخر انت عايز توصل لايه؟ عايز توصل لمومنت تو ايه وشيل على المين جردر. انا هقول لك حاجه بقى، هعمل وجود الكروس جردر والسترينجر واعتبر كما لو كانت البلاطه بتنقل احمالها مباشره على المين جردر. يبقى هعمل وجود السترينجر والكروس جردر وانا بعمل ديزاين للمين جردر، وهتخيل ان الاحمال على طول بتروح من البلاطه للمين جردر دي والمين جردر ديت. هتحسب بقى قيمه المومنت في الحاله دي، هتبقى هي نفسها نفس الحاله اللي لو انت كنت قعدت تحسب الاحمال الاول على السترينجر وبعد كده تعكسها على الكروس جردر وبعد كده تعكسها على المين جردر. ليه؟ لان عدد الكروس جردر او السترينجر كتير، مسافات بينهم صغيره. عدد الكروس جردر برضو كتير، مسافات بينهم نسبيا صغيره بالنسبه لبحر المين جردر. فالطريقتين في النهايه هيوصلوك لتقريبا نفس قيمه المومنت والشير. ده الكوبري، ادي الثلاث عربيات، كل عربيه فيهم، ده عربيه 60 طن عرضها 3 متر. هنا كوبري عربيه ثانيه 40 طن عرضها 3 متر، عربيه 20 طن عرضها 3 متر. ده البلان، لو ده المين جردر في البلان، ودي المين جردر في البلان. اللي بالازرق ده اللي مهشره بالازرق انا، دي الحاره الرئيسيه اللي عرضها 3 متر اللي فيها عربيه 60 طن. وبعد كده جنبها ومعانا احمال موزعه اللي هي 9.1 طن مربع. وبعد كده بقيه الكوبري هنا في حارتين، حاره 3 متر فيها عربيه وزنها 40 طن، وحاره ثانيه وعرضها 3 متر فيها وزن 20 طن. وعندي احمال موزعه بانتظام اللي هي ربع طن على متر مربع، والارصفه طبعا عليها احمال اللي هي ايه؟ اللي هي ربع. يبقى ده شكل الاحمال الموزعه، وده شكل الاحمال المركزه اللي على ايه؟ اللي على الكوبري. تعال بقى نتكلم عن مين جردر. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن الاحمال بصفه عامه، هنبدا دلوقتي نقول ايه؟ ناخد دلوقتي لو المين جردر هي اللي مطلوب تصميمها، عايز اعرف اعمل ايه عشان اوصل لاقصى مومنت واقصى شير على المين جردر. وبعد كده نبقى ناخد لو عندي مطلوب تصميم سترينجر، يبقى ايه حالات التحميل اللي اعملها عشان اجيب اقصى مومنت واقصى شير على السترينجر. وبعد كده ناخد الكروس جردر، ايه حالات التحميل اللي اعملها عشان اجيب اقصى مومنت واقصى شير على الايه؟ على الكروس جردر. يبقى نبدا الاول بالمين جردر بمثال زي ده كده، بكوبري زي ده، وعايز اعمل تصميم للمين جردر بتاعته. عايز اعمل تصميم للمين جردر بتاعته. عندي الديد لود، عندي ثلاث حاجات قلنا، ديد لود وزن الحديد، وزن البيفمنت، ووزن الايه؟ الار سي سلاب. وزن الحديد قلنا يا اما جيفن عندك، يا اما حبقى انا مديهولك، يا اما هتنك هنا مطبق في انا بدرس المين جردر،
قايل ان وزن الحديد في المنجردر 200 زائد 4 ال زائد 3 من 100 ال سكوير، ويطلع لك ناتج بالكيلو جرام على المتر مربع. وزن البيفمنت بيبقى جيفن طن على المتر مربع. الار سي سلاب برضو هتبقى ايه، هتبقى مدينك سمك البلاطه فيها، فتقدر تتعامل ايه، تتعامل معاها. المين جردر ديت اللي انا بتكلم عن المين جردر ديت شايل الاحمال من فين لفين؟ شايل الاحمال من هنا لغايه هنا. فلو عندي اي احمال بالكيلو جرام على المتر مربع او بالطن على المتر مربع، تضربها في المسافه دي تحولها لمتر الطول على المين جردر. يبقى المين جردر ديت كاميرا بسيطه بحرها اس بحرها ال، هي شايله من هنا لهنا. اول حاجه دبليو دي دود، عايز احسب دبليو دي دود اللي عليها قد ايه. وزن الحديد، هل هنا في حديد في الحته دي؟ هل هنا في حديد هنا؟ لا مفيش حديد هنا، الكروس جردر مش طالعه بره ولا في سترينجر بره. يبقى الحديد موجود من هنا لغايه هنا في الحته دي بس. يبقى المين جردر شايله احمال وزن الحديد ويت اوف ستيل، بضربه في المسافه دي تحول متر الطول من هنا لهنا اللي هي بي على 2. لو المسافة دي كلها بي، لو المسافة دي بي من هنا لهنا، يبقى بضرب في بي على 2. تمام كده. بعد كده وزن البيفمنت بضربه في المسافة دي، المسافة من هنا لغاية هنا اللي هي بي على 2 زائد سمول بي. وبعد كده البلاطة بضرب جاما كونكريت في السمك بتاع البلاطة، فبرضه في المسافة من هنا لهنا اللي هي بي على 2 زائد سمول بي، المسافة دي سمول بي. يبقى أنا هنا دلوقتي جبت الأحمال اللي على الإيه؟ الدبل، الأحمال الموزعة على المين جردر. يبقى أنا تاني كده أنا قلت إيه بقى هنا؟ قلت في الحالة ديت في المثال ده اللي قدامي عندي ثلاث حاجات، عندي وزن الحديد هضربه في المسافة دي تحوله متر الطولي، انما وزن البيفمنت والخرسانه هضربه في المسافه دي تحول متر الطولي. المسافه دي اللي هي كابيتال بي على 2 زائد سمول بي، والمسافه دي اللي هي كابيتال بي على 2. جبت الوزن اللي عندك، ادي المين جردر اهيت، كاميرا بسيطه بحرها ال عليها دبليو ديد لود، ام ديد لود بيساوي دبليو دبليو في السكور على 8 والشير دبليو في ال على 2. يبقى انا كده جبت الام ديد لود والام لايف لود. تاني وزن الحديد غالبا هيبقى جيفن عندك، او انت هتفرضه بالمعادله اللي 200 زائد 4 ال زائد 3 ال سكوير. وزن البيفمنت بيبقى جيفن بالكيلو جرام او بالطن على متر مربع. البلاطه جيفن السكنس. طبقنا في الايكويشن ديت، شفت الوزن المين جردر عليه احمال قد ايه، كاميرا بسيطه بحرها ال، جبت لها المومنت والايه والشير. بعد كده عايز اشوف بقى تاثير الاحمال الايه العربيات اللايف لود على المين جردر ديت، تحسبوا لها المومنت والشير ازاي. هاجي انا بدرس المين جردر ديت، بدرس المين جردر ديت، يبقى هبدا احط العربيات، احط العربيه 60 طن، هلزق العربيه 60 طن دي في الرصيف هنا جنب المين جردر بالظبط، هجيب اكبر عربيه احطها هنا جنب المين جردر ديت. وبعد كده هنا حاطط العربيه الايه ال 40 طن، وحاطط العربيه الايه ال 20 طن. عشان تعمل الكلام ده يبقى لازم عرض الكوبري يكون اكبر من كام متر؟ اكبر من 9 متر. كل العربيه دي عرضها 3 متر، والعربيه دي كلها عرضها 3 متر، والعربيه دي عرضها 3 متر. يبقى عشان تعمل الكلام ده تحط ثلاث عربيات بالشكل ده، يبقى لازم عرض الطريق من هنا لهنا يكون اكبر من 9. طب لو اقل من، لو عرض الطريق 8 متر، يبقى تحط عربيتين، تحط العربيه ال 60 والايه؟ وال 60 وال 40 بس، والعربيه ال 20 مش هتنفع تطلع على الكوبري. تمام كده؟ يبقى انت هنا بتحط ايه؟ يا اما الثلاث عربيات، يا اما عربيتين، او عربيه واحده حسب عرض الايه؟ حسب عرض الكوبري. عايز اشوف تاثيرها ايه؟ العربيات ديت على الايه؟ على المين جردر ديت. هاخد قطاع في البلاطه. انا عندي هنا في بلاطه اهيت كده. شكلها عامل كده البلاطه اهي. المسافه ديت اسمها
كابيتال بي وده اسمه البي. عندي اول حاجه العربيه الايه، العربيه اللي هي 60 طن، العجله بتاعتها وزنها كام؟ 15 طن. يبقى هنا في 15 و15، المسافات دي كام؟ نص متر 2 متر. وبعد كده احط العربيه الايه، العربيه ال 40، العجله بتاعتها كام؟ 10 طن. يبقى هنا في 10 طن و10 طن، المسافات دي كانت 2 متر. المسافه بين العجله ديت والعجله ديت متر، نص متر ونص متر يبقوا متر. وبعد كده المسافه من العجله ديت والعجله ديت 2 متر. وبعد كده احط العربيه الايه، عربيه اللي هي ال 20 اللي هي بتبقى العجله بتاعتها 5 طن. ادي الاحمال اللي عندي دي 5 ودي 5. اقدر بقى هنا اجيب رياكشن، هنا الرياكشن ده هسميه ار 1، هو تاثير اكس العجل ده كله على المين جردل في النقطه دي. اهي كده انا هنا ايه، انا راسم الكلام ده هنا اهوت كده. يبقى ديت كده انا حطيت كاني خدت قطاع في البلاطه الخرسانه وحطيت الاحمال اللي عندي، ادي ايه، ادي القطاع في البلاطه. الركيزه ديت هي تمثل المين جردر، وهنا الركيزه دي كانها هي المين جردر. احط الاحمال بتاعه العجل ده كده، في النهايه العجل ده كله اداني حمل مركز هنا ار 1. ار 1 ده تاثير صف العجل ده، المفروض في صف تاني بعديه بنفس القيمه اللي هي ار ايه، ار 1 برضو. طب الاحمال الموزعه، تاثير الاحمال الموزعه ايه هو؟ هبدا احط هنا حمل موزع اللي هو 9 من 10، وهنا في حمل موزع اللي هو ربع طن على متر مربع، وحمل الرصيف ده بربع طن على متر مربع. طالما بدرس المين جردر ديت يبقى ما تحملش الرصيف البعيد، الرصيف البعيد ده تحميله يقلل الاحمال على المين جردر ديت. ده شكل قطاع في البلاطه، هنا حمل موزع على متر مربع 9 من 10 طن على متر مربع، وهنا حمل موزع ربع طن على متر مربع، وهنا حمل موزع ربع طن على متر مربع. هات رياكشن، الرياكشن ده هيبقى ار 2، ده حمل موزع ماشي على المين جردر. يبقى الاحمال المركزه اللي نتج عنها احمال مركزه هنا على المين جردر اللي هي ار 1، والاحمال الموزعه ديت نتج عنها ايه؟ نتج عنها حمل موزع على المين جردر ديت. في النهايه تاني انا كان عندي ديت دي من جردر في البلان، انا برسم بلان دلوقتي، دي من جردر لها ركيزه هنا وركيزه هنا، ودي من جردر ثانيه لها ركيزه هنا وركيزه هنا، وده ودي البلاطه. اهملنا طبعا وجود السترنجر والكروس جردر والكلام ده، وبشوف تاثير الاحمال ده على البلاطه ايه. حطيت هنا الاول العربيه اللي هي الايه، العربيه ال 60 طن، كان هنا في عجله 15 طن وعجله 15 طن وعجله 15 طن وعجله 15 طن. المسافه دي كانت كام؟ متر 20، والمسافه دي كام؟ 2 متر. ده بلان دلوقتي. بعد كده حطيت عربيه ثانيه جنبها اللي هي الايه؟ العربيه ال 40، كل عجله من دولت كام؟ 10 طن 10 طن 10 طن 10 طن. وبعد كده حطيت العربيه الثالثه اللي هي 5 طن 5 طن 5 طن 5 طن. وفي هنا احمال موزعه 9 من 10، وبيت الكوبري عليه احمال موزعه كلها بكام؟ بنص بربع، ده ربع وده 9 من 10. عملت ايه هنا؟ قلت لك هناخد قطاع كده في البلاطه. ادي البلاطه، هنا في ركيزة وهنا في ركيزة كأن هي المين جردر. الأحمال اللي عندي خدت قطاع هنا كده دلوقتي، هنا في حمل 15 حمل 15 حمل 10، بعد مسافة 2 متر حمل 10، بعد متر في حمل 5، بعد 2 متر في حمل 5. بجيب رياكشن هنا اسمه ار 1. يبقى المفروض إن أنت تقدر تشيل مجموعة الأحمال دي كلها وتحط على المين جردر هنا في الحته دي حمل اسمه ار 1. حمل هنا كده مركز هنا اسمه ار 1 بدل كل الاحمال ديت. اهو انا هنا دي كان دي كده حطيت الاحمال دي كلها وجبت رياكشن هنا. بعد 1.2 برضه تقدر تشيل صف الاحمال دي كلها وتحط بداله حمل مركز في النقطه دي اسمه ار 1.
بقى انا شلت العربيه، يبقى انا شلت العربيات دي كلها وحطيت حملين على المين جردر، حمل هنا وبعد 1.2 متر حمل تاني، كل واحد فيهم مسمار واحد. دول متحركين رايحين جايين بقى على المين جردر كده، الحملين دولت المسافه بينهم 2 متر و20 ورايحين جايين على المين جردر، دولت تاثير العربيات كلها. بعد كده عايز تشوف تاثير الاحمال الموزعه. تاثير الاحمال الموزعه هاخد قطاع تاني، همسح ده بس الاول كده. تأثير الأحمال الموزعة هاخد قطاع في البلاطة برضو كده، هنا سيكشن كده هيظهر لك حاجة كده اهو. هتحط هنا أحمال إيه بقى؟ هحط هنا حمل 9/10، وهنا هحط حمل بعد كده ربع، والرصيف اللي قريب هحط حمل ربع، يبقى ده ربع طن على متر مربع، وده 9/10 طن على متر مربع. وهجيب رياكشن هنا أحسن بقى R2، R2 ده حمل موزع من أول الكاميرا لآخرها. بقى عندنا المين جردر ديت عليها حمل، المين جردر ديت عليها حمل موزع R2 ولا حملين مركزين R1. همسك بقى المين جردر ديت كاميرا اهيت كده بقى، هنا نبص هنا على الرسمه دي كده، كاميرا المين جردر ده بحرها L عليها حملين مركزين كل واحد فيهم مسمار واحد، وده الحمل الموزع R2. هات حط الحملين دول تسنترهم مع الكاميرا، وهات العزم هنا هو ده الام لايف لود، والشير الكاميرا هيت كده، هتحط الحملين دولت عند الركيزه تجيب كيو لايف لود. يعني كاني هنا الكاميرا دي كده سنترت الحملين دولت في نصها عشان يجيب اقصى عزم، وجبت الحملين دولت عند الركيزه عشان يجيب اقصى ايه؟ اقصى شير. بعد ما جبت الام ديد لود والام لايف لود، الام توتال اللود فاكتور عندي في الديد في الكباري هنا هناخده اللود فاكتور 1.35 من الديد لود، واللايف لود 1.35، يبقى الام التيميت 1.35 ام ديد لود زائد 1.35 ام لايف لود، والكيو التيميت بتساوي 1.35 كيو ديد لود زائد 1.35 كيو لايف لود. يبقى اللود فاكتور هنا عندي في الديد لود 1.35 وفي اللايف لود 1.35، وديت قيمة الايه؟ الام التيميت والكيو التيميت. يبقى احنا هنا كده دلوقتي عرفنا ازاي نتعامل مع ايه؟ مع مين جردر. هنحل مثال دلوقتي، بس هنحل مثال بقى على مالتي مين جردر. يبقى هنا عندي مثال تاني، بس الكوبري هنا ما فيش لا في سترينجر ولا في كروس جردر، فيه بس مين جردرز كده كل 3 متر. وايه الداتا اللي عندي؟ الاسبان بتاع المين جردر 20 متر، وزن الحديد 100 كيلو جرام على المتر مربع، وزن البيفمنت 300 كيلو جرام على متر مربع، البلاطه الخرسانه سمكها 30 سنتي، اللايف لود اكوردنج تو الايجيبشن كود، المطلوب كومبيوت ذا ماكسيمم ديزاين بيندنج مومنت اند شير فورس فور انترميديت مين جردر. مطلوب الماكسيمم فورس اللي هتصمم بيها الايه؟ المين جردر. اول حاجه الديد لود، عندي وزن الحديد 1/10، وزن البيفمنت 3/10، وزن السمك البلاطه 3/10 في 2.5 بقى طن على متر مربع، كل ده يتجمعوا مع بعض ويتضربوا في العرض اللي شايله البيم ديت. البيم دي شايله من فين لفين؟ من هنا لهنا. عرض كام متر؟ 3 متر. يبقى يتضرب في 3 متر تحول لايه؟ لطن على متر الطولي. يبقى جمعت وزن الحديد زائد البيفمنت زائد تأثير الايه؟ البلاطه، ضربتهم كلهم في 3 متر، حولت المتر الايه؟ للمتر الطولي. بعد كده انت بتقول ان البيم دي بحرها 20 متر، يبقى المومنت اللي عندي ام بيساوي دبليو ديد لود في الاسبان تربيع على 8، ده الام ديد لود، والكيو ديد لود دبليو ديد لود في ال على 2. بعد كده اللايف لود، انا بدرس الكاميرا ديت، هجيب العربيه 60 طن، اخلي العجله بتاعتها تيجي فوق الايه؟ تيجي فوق المين جردر اللي بدرسها. يبقى انا هنا في الحاله دي بجيب عشان احط، عايز ارص العربيات دي رصه على الكوبري بحيث تديني اكبر تاثير على المين جردر ديت. اتقل العربيه عندي ال 60 طن، هتفكر في تفكيرين. تفكير انك انت تخلي العربيه دي تسنتر مع المين جردر ديت، يعني تحرك العربيه دي كده شويه تخليها متسنطره مع المين جردر، او
الأسوأ إن أنت تجيب عجلة منها فوق المنجردر على طول، الحالة اللي أنا عاملها ديت. وبعد كده أنت لما عملت كده سبت هنا مسافة كام؟ نص متر، تقدر تدخل العربية ال 40 طن في الحتة دي، على الأقل في أكس منها إيه؟ هيخش لك هنا، والعربية 20 طن بقى على حسب ما تيجي معاك. هنا في الحالة دي العربية العجلة دي كده بالصدفة جت فوق المين جردر ديت، يبقى مش هتأثر، يعني أنا عندي المين جردر ديت متأثرة بالأحمال الموجودة هنا ومتأثرة بالأحمال الموجودة هنا. هنفترض إن وجود أحمال هنا أو وجود أحمال هنا مش هتأثر على المين جردر ديت، يبقى مدى تأثير المين جردر ديت هنقول إن هي هنفترض إن هي بتأثر بالأحمال الموجودة هنا والأحمال الموجودة هنا. طبعا ده حاجة تقريبية شوية عشان نقدر نحل بس مانوال الكوبري ده، انما اكتشوالي لا، طبعا وجود اي احمال على الكوبري هتاثر على الايه، على المين جردر ديت، ولازم ده يتحل. المفروض يعني بيتحل 3 دي، اتعمل 3 دي موديل ويتحل السيستم كله على بعضه، انما احنا هنا بنقرب لك بس الحل بتاعنا عشان تقدر تحل مانوال كحل تقريبي مقبول بنسبه كبيره. طيب هنا بقى عشان تدرس تاثير الكلام ده على المين جردر هعمل ايه؟ كأن البلاطه ديت كده كانها كاميرا، كأن البلاطه كاميرا وركز هنا على المين جردر وركز هنا على المين جردر، والبلاطه الثانيه اللي جنبها ديت كده كانها كاميرا كده ركزه كده وركزه كده. ايه الاحمال اللي عندي؟ عندي حمل هنا 15 طن بتاع العربيه 60 طن، وبعد 2 متر في حمل ثاني 15 طن، وبعد متر في حمل هنا ايه اللي هو 10 طن. يبقى المسافه دي متر، المسافه دي 2 متر، انا عندي كانت المسافه دي اساسا كلها 3 متر في المثال، ودي 3 متر. هقدر هنا اجيب رياكشن هسميه R1، يبقى ده حمل مركز جاي من تأثير الايه؟ العربيات ديت. بعد كده تأثير الأحمال الموزعة، المفروض في عندك حمل موزع هنا اللي هو 9/10، وهنا حمل موزع كام؟ اللي هو ربع، وهنا حمل موزع كام؟ اللي هو ربع. هناخد قطاع برضو في البلاطة، قطاع كده، المسافة ديت دي 3 متر ودي 3 متر. رد الفعل اللي هنا هو يعتبر الحمل على المين جردر ديت، المين جردر ديت كده. تحط أحمال موزعة ازاي هنا؟ هنا في حمل 9/10، وهنا كمان في حتة نص متر 9/10 اللي هو من هنا لغاية هنا. وبعد كده بقية الأحمال اللي هتبقى إيه؟ هتبقى ربع، وهنا هيبقى فاضل لك حتة صغيرة تقدر تحط فيها ربع. بتجيب من هنا رياكشن اسمه R2، ده هيبقى حمل موزع على الإيه؟ على المين جردر. بقى أنا عندي في النهاية فيه عندي هنا في رياكشن جاي اسمه R1، طبعا هم مش هيبقى رياكشن واحد، هيبقوا اتنين ورا بعض بس بينهم متر 20 ومعاهم احمال موزعه اللي هي ار ايه؟ ار 2. ار 1 هتساوي 26 و6 من 10، وار 2 هتبقى 2 طن على المتر الايه؟ طولي. بعد كده بحط الاحمال ديت كده هنا، بجيب منها بجيب ادي الحملين المركزين في النص ال 20 متسنترين مع ال 20، وده الحمل الموزع اللي هو ار 2، وبجيب المومنت هنا، وده الوضع بتاع الاقصى شير، يبقى ده الام لاي فلود وده الشير. وبعد كده بجمع بقى الماكسيمم مومنت اللي بضرب في اللود فاكتور 1.35%، اقدر اجيب المومنت الماكسيمم والشير الايه؟ والشير الماكسيمم. يبقى انا كده جهزت نفسي ان انا اقدر اعمل ديزاين للكاميرا ديت، جبت لها اقصى عزم واقصى ايه؟ واقصى شير. نشوف شكل كوبري تاني ونشوف تأثير ازاي نحسب عليه الأحمال على المين جردر بتاعته. كوبري زي ده كده، عايز اشوف انا هدرس المين جردر ديت ايه الوضع، احط العربيات ازاي عشان يجيب اقصى تأثير ليها. ايه الموضوع ده؟ الموضوع ده ان الكوبري ده عامل كده، في كروس جردر كده هنا، ودي المين جردر ودي المين جردر، والكروس جردر طالعه بكوابيل كده، وده مثلا الرصيف هنا، وديت الايه؟ وديت البلاطه اللي عندي، وانا عايز ادرس المين جردر ديت.
احط العربيات ازاي، اسوأ حاجة ليا. انت هتحط الاحمال هنا على البلاطة او على الكروس جيردر، وهتجيب رياكشن على المين جيردر كأن الوضع عندي عامل كده. دي الايه ديت كده هنا الايه المين جيردر ودي المين جيردر. اسوأ حاجة مش ان انت تحط الاحمال العربية 60 طن، مش انك تحطها على المين جيردر هنا. لما يبقى عندك كابولي زي ده كده، ده اللي هو ده كابولي هنا. اسوأ حاجة عشان تجيب رياكشن هنا ان لو عندك حمل متحرك انك تحطه على طرف الكابولي، يدي لك اقصى تأثير هنا. وده تقدر تعرفه من الانفلانس لاين، من شكل الانفلانس لاين هنا، شكل الانفلانس لاين للرياكشن اللي هنا بتبقى هنا الرقم ده بواحد، وشكل الانفلانس لاين كده. معناها كده ايه؟ معناها ان لو انت عندك احمال متحركه او احمال كبيره حطها على طرف الكابولي، يدي لك اقصى تأثير هنا. وبالتالي هعمل ايه بقى؟ ان انا هتني جايب العربيه 60 طن حطيتها هنا كده، زنقها في الرصيف، وزي ما يطلع بقى معايا يعني البدايه بتاعت من هنا، ان الحمل ده بيبعد نص متر عن الايه؟ عن الرصيف. بعد كده بقى حسب الابعاد بتاعت الكوبري تبدا ترص الايه؟ ترص العربيات بتاعتك. انما البدايه عندي هو ده كده في الوضع ده. مش ان انا هجيب العربيه كده، يعني مش كده، مش دي العربيه 60 طن، لا مش ده الكريتيكال، مش ده الكريتيكال. الكريتيكال انك تجيب العربيه 60 طن تحركها على طرف الايه؟ على طرف الكابولي، وبعد كده دي برضو الايه؟ ديت حاله الاحمال الموزعه اللي تقدر تجيب منها رياكشن على الايه؟ على طبعا هنا انت بتحط العربيه 60 طن هنا، انت هنا من شكل الانفلانس لاين، ده شكل الانفلانس لاين بيقول لك ايه؟ بيقول لك وجود احمال من هنا لغايه هنا يزود لك رياكشن هنا، وجود احمال هنا يقلل. وعندك حمل كبير حطه على طرف الكابولي. يبقى انا هرص العربيات كده، دراسه العربيات، عربيه 60 طن، وبعد كده العربيه 40 طن، وبعد كده العربيه 30 طن ال 20 طن. ولو عندي احمال موزعه ببدا اهو تحطها من هنا لغايه هنا، والحمل الموزع الكبير برضو ارميه على الايه؟ على الكابولي اللي هو 9 من 10. بتجيب بقى الرياكشن ار 1 وار 2 وتبدا تتعامل مع المين جيردر عادي بعد كده. في ملاحظه نحب نقولها، ايه هي؟ ان لو عند الكوبري في حاجز مروري، يعني في اتجاهين، العربيات دي رايحه في اتجاه ودي جايه في اتجاه، وده حاجز مروري مؤقت. في الحاله دي بنقول لك برضو بتهمل الحاجز المروري ده كانه مش موجود خالص. ده حاجه كده من اللي هي زي البلاستيك اللي بتبقى ساعات محطوطه كده ومضيئه على الكوبري او في الطريق، كانها مش موجوده، وتعامل عادي خالص بالعربيات بتاعتك. حط العربيات بتاعتك زي ما انت عايز، اللي هم 3 عربيات. طب لو كان في حاجز مروري خرساني دائم، وده اتجاه مرور وده اتجاه مرور، في الحاله دي برضو ما زلنا بنتكلم على ان مفيش غير 3 عربيات عندي. يعني ما تقولش بقى انا هحط هنا 3 عربيات وفي نفس الوقت هنا في 3 عربيات، لا، هم الكود بيقول لك 3 عربيات بس. بس تحترم الحاجز المروري اللي هو الخرسانه ده، ما تحطش فوق عربيه. يعني هنا كان في حاجز مرور مؤقت، انا حطيت عليه كانه مش موجود، وحطيت عليه عربيه عادي، يعني احط العربيه زي ما انت عايز، جت عجله فوقه مفيش مشكله. انما لما يبقى حاجز مروري خرسانه كبير، رصيف كبير ودائم كده، ففي الحاله دي برص بره 3 عربيات، وبرص ايه الـ 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 العربيات بقى حسب الحالات، بس تراعي ان ما تطلعش عجله فوق الرصيف ده او فوق الحاجز ده. امال امتى اقدر احط 6 عربيات على الكوبري واتعامل مع الجنب ده الاتجاه ده منفصل تماما عن الاتجاه ده؟ اذا كان هنا في فاصل انشائي صريح في النص، يعني حاجه زي كده مثلا، كوبري زي ده في فاصل انشائي صريح هنا، كان انشائيا كان الكوبري ده ملوش علاقه بالكوبري ده، خلاص انت بتحمل هنا بقى، بتشتغل على الكوبري ده وبتشتغل على الكوبري ده. هم المواطن العادي ماشي على الكوبري مش حاسس ان فيه هو في فاصل طولي، هو كوبري واحد بس انت بتتعامل انشائيا مع ده لوحده وده لوحده. يبقى تحط هنا 3 عربيات بتوعك وتشتغل شغلك العادي، وهنا 3 عربيات التانيين. يبقى اقدر احط 6 عربيات على الكوبري لما يبقى في فاصل طولي انشائي صريح موجود على الايه؟ على الكوبري. خلاف كده انت بتشتغل عادي على ان هم 3 عربيات بس موجودين معانا. كده احنا خلصنا الاحمال بتاعت المنج بتاعت الكباري الطرق، وخدنا كمثال عليها المين جيردر.
يبقى احنا المين جردر بالكيسز بتاعتها المختلفه قلنا لو خدنا في الاول كوبري في سترينجر وكروس جردر ومين جردر وتعاملنا مع المين جردر اللي فيه كان اتنين مين جردر بس، وخدنا مثال تاني بعد كده على كوبري مالتي مين جردر وشفنا ازاي نحسب المومنت والشير على الايه على المين جردر. بعد كده هنتكلم بقى المحاضره الجايه عن ازاي نحط على كوبري الطرق برضو لو عندي كوبري في سترينجر او كروس جردر ازاي اجيب السترينج اكشنز اللي عليهم. شكرا، السلام عليكم.